الشغيلة الصحية اليوم بمستشفى بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد تقف مرة أخرى لتعبر عن آلامها وعن إحساسها بالظلم والغبن في مسألة التقاعد. لا يزال المستخدمون يتضررون من إشكالية ازدواجية التقاعد داخل المراكز الاستشفائية. داخل ابن رشد يتخرج يوميا وأسبوعيا أفواج من المتقاعدين برواتب ومعاشات جد هزيلة بالمقارنة مع زملائهم في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وزملائهم في وزارة الصحة. فكما تعلمون أن النظام الأساسي لمستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد يؤكد في المادة السابعة منه على أن المستخدمين بالمراكز الاستشفائية يستفيدون من نفس الأجور ونظام الترقية والتعويضات والمنافع المادية والعينية التي يستفيد منها موظفو أعوان الدولة. لكن للأسف الشديد فيما يتعلق بالتقاعد لم يعودوا يستفيدون من نفس التقاعد. يا شباب يا نساء يا رجال لنا مباركة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.